فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصلح أن يطلق أو أن تطلق كلمة عبد الله على المؤمن والكافر، بمعنى أن ينادى بهذه الكلمة الكافر والمسلم سواء؟ لا، الكافر لا ينادى تقول يا عبد الله، لأن هذا فيه تشريف له، هذا فيه تشريف له، وإن كان عبدا لله من ناحية العموم، عموم العبودية، لكن لا تناديه بهذا الاسم يا عبد الله. نعم، تقول يا إنسان، يا آدمي، يا نعم.